التظاهر حق دستوري ومكفول دستورا وقانونا. التظاهر السلمي حق للمواطن ولا تجاوز عليه، وما حدث خلال التظاهرات الأخيرة والاحتجاجات غير مقبول، لا دستورا لا قانونا ولا أخلاقا. والذين استخدموا العنف في هذه الاحتجاجات يجب أن ينالوا عقابهم القانوني، ويجب أن نتعامل بكل شفافية وجدية حول هذا الموضوع. واجبنا في تقديري، واجب كل وطني غيور، أن يدعو إلى ضبط النفس والتهدئة، لكن مع الإصرار على الإصلاح، مو التهدئة وضبط النفس من أجل التغاضي عن هذه المشاكل التي يعاني منها العراقيون.